مرحبا يا جماعة الخير، عساكم القوة. اليوم عندي سحبة سجاير اللي يسمونها موش. موش هذه يا جماعة الخير هو بنفس سحبات السجاير اللي هي استخدام واحد نفس هذين اللي نزلت السوق، الناس استخدمها عقب 300 سحبة. قصدي إذا خلصت النكهة تنقاط والله ما تقدر تعبيها مرة ثانية وهالسوالف. المهم يا جماعة الخير، هاي الموش كل علبة فيها 3 حبات وعندك 300 سحبة، بس هذه غير معبية، انت تعبيها على النكهة اللي انت تبيها. على مزاجك وعلى كيفك شنو النكهة اللي تبيها، تقدر تعبيها هي كانت فواكه، والله كانت من المخبوزات، والله كانت تباك، والله أي شيء ثاني على راحتك، أنت شلون تبي تعبيها. هل نفتح العلبة يا جماعة؟ هذه هي الموش. شو يا جماعة الخير، كل علبة فيها 3. طبعا هذه غير معبية. السحبات الثانية يا جماعة الخير، يعني خلينا نقول حتى لو خلصت النكهة البطارية ما زال البطارية موجودة في السحبة ذي، بس ما تقدر تعبيها مرة ثانية. الموش اللي فيها زين يا جماعة الخير انه حتى لو خلصت النكهة تقدر تعبيها مرة ثانية وتستخدمها لين ما تنتهي البطارية مالتها. فتشوف أنت واستخدامك شلون، يعني أي شيء أنت استخدمته طريقة صحيحة يدوم عندك أكثر. فهذه السحبات يا جماعة الخير مسوينها كأنت حين قاعد تمشي سيارة في الشارع، سحب اللي عندك خلص منها الشارج، إنزين ما عندك سحبة ثانية، شو تسوي؟ فأكيد بتحط السحب اللي خلص منها الشارج، يعني ترد تحطها على الشاحن، شاحن مال السيارة تشحنها لين ما وما تقدر تسحب منها، وهي على هي وانت قاعد تشحن السحبة، يعني تخترب السحبة. عاد كلامي والله لا. فالمهم هذه تقدر تخليها معبية على نفس النكهة اللي موجودة هناك، ولا نكهة ثانية تعبيها وتخليها في مخباك، ولا تخليها أي مكان. حلو، فخلص الشارج من ذيك السحبة تقدر تستخدم هذه لين ما تتشرج ذيك. على الأقل هذه تخلي عندك احتياط ما توهق. صغيرة ملبقة كاية. وخلينا يا جماعة الخير دقائق نشحن السحبة ذي ونقول لكم أداها. طبعا يا جماعة الخير شوف النكهات اللي حين بروكم ياها. مزاج اللي هي عنب وتوت، مزاج تفاحتين، وان لوف، بينك بانثر، رمانة، ميلي ميلون، وقمي تشيري، وحم كبانو. انا عندي 3 سحبات هنا نفس هذه، حين واحدة وثنتين أقوم. المهم حين أنا أختار شنو اللي أبي أعبي هالسحبة، عشان يمكن أنا بروح بطلع برا، فهذه احتياط بعبيها بخليها عندي. شو يا جماعة الخير، هاي بينك بانثر تعبى بكل سهولة. عبيت الحين. المهم هاي حين تسكرت، لازم انتظر 15 دقائق عشان القطن اللي موجود داخل يتشرب عدل عشان ما يعطين طعم الحرق. انا مساعة عبيتة قدامكم، الحين بفتح لكم الغطاء هذي الفوقي عشان
ركب شلون تعبى مرة ثانية، سحب مني شوي يمين يسار يمين يسار، شو يا جماعة الخير أساس تعبي مرة ثانية. عقب ما عبيناها يا جماعة الخير خلينا نشوف طعم النكهة شلون فيها. يا جماعة الخير قبل لا تستخدمونها شيلون هذه الاستيكر اللي موجود تحت. هالطريقة كان شلون يا جماعة الخير. والله شو أقول لكم، تحس بالطعم النكهة في مكانها مع السحبة، هي الموش طعم النكهة في مكانها. تصميم يعني من ناحية القطين ومن ناحية الأداء وكل شيء شيء طيب، يعني شيء عجيب شيء عجيب، يعني طعم النكهة تحس في مكانه. ويا جماعة الخير هذه السحبات اللي هي بالمفرد والله بالجملة، وين تحصلونها؟ كل من يعرف هالمحل غني عن تعريف في المعاملة وهم في أشياء ثانية، اللي هو عرب فيب. عطني موش معنا يا جماعة الخير. أنا عبيت هذه السحبة اللي هي بينك بانثر 50 mg، وعزكم على القوة ودمتم سالمين. موش